سيد إسلام، حكيتني المرة الماضية أنه الله سمح لكم تستعبدوا الناس الكفار، مزبوط هالشي؟ اي نعم، وليش جماعتك بيقولوا أنه الإسلام منع الرق والاستعباد؟ لأنه المساطيل دكتور ما بيفهموا. أو منافقين؟ ايه كمان بيصير، كمان بيصير دكتور. ايه والله العظيم يا دكتور، ما في ولا نص واحد بالكتاب تبعنا بيحرم العبودية. وشو فرق بينكم وبين الشعوب التانية اللي استعبدت الناس؟ ايه فرق كبير دكتور، كيف؟ لأنه الرق في الإسلام مضبوط بتشريعات وقوانين. إن شاء الله نفكر الشغلة شوربة دكتور. وشو بتفيد الضوابط ما دام الرق كله على بعضه غير إنساني؟ مش ضروري يكون إنساني، بكفي إنه إلهي، والأهداف منه كتيرة دكتور، ولكن الهدف الأساسي واحد. شو هو؟ أولاً الناس الكفار اللي رفضوا يعتنقوا الإسلام ويصيروا عبيد لله، الله عملهم عبيد لعبيده، يعني عملهم عبيد للمسلمين حتى يتقاصصوا دكتور. يعني هلا أنا أعتبر عبد لإلك ولازم أخدمك، مو هيك؟ طبعاً طبعاً، وهاي وين مكتوبة عندك سيد إسلام؟ حرفياً ما مكتوبة دكتور. كيف اتوصلت إذن للفكر تبعك؟ بسيطة دكتور، الله طلب منا نحارب الكفار لأنه بيرفضوا الله ورسوله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن قالوها، انتبه دكتور أنت معي، ايه معك. إن قالوها وأسلموا عصموا مني دماءهم وأنفسهم، غير هيك بيصيروا عبيد. والعبودية والرق والسبي هي نتائج حتمية لما مننتصر بالحرب دكتور. يعني ما فيكم تتركوا الناس بحالها بعد ما تغلبوها وتنهبوها؟ ضروري الاستعباد؟ ضروري كتير دكتور، إذا أنا أمير وأنت أمير، مين بده يسوق الحمير؟ طيب، وضروري تغتصبوا نسائهم؟ بدك المجاهد المسكين يروح يحارب ويضحي بحياته وبالأخير يطلع بلوشة إيد من ورا وإيد من قدام دكتور؟ وين العدل في الموضوع؟ والله المنطق تبعك أعوج. وإذا العبد أو العبد اعتنقوا الإسلام، شو بيصير؟ إذا اعتنقوا الإسلام بيصيروا مسلمين دكتور. ولك إيه فهمنا بيصيروا مسلمين، بس بيصيروا كمان أحرار؟ لا دكتور، اعتناق الإسلام لا يقود بالضرورة للحرية، سيده بيقرر، يا أما بيعطي الحرية أو ما بيعطي الحرية. يعني مصيرهم مش بإيد الله، بإيد عبد الله. إيه نعم دكتور، قلنا لك الكافر رفض العبودية لله ومشان هيك الله عمله عبد لعبيده. وإذا العبدة اعتنقت الإسلام بتصير حرة؟ لا، بتضل ملك سيدها حتى لو أسلمت، وإذا خلف الطفل من سيدها المسلم بيصير ابنها كمان عبد مثلها. إيه العمى، شو قلبك قاسي يا إسلام؟ القصة مش قصة أساوي يا دكتور، نحن من راعي المصالح الإسلامية. في بدايات الإسلام كان كل عبد أو عبدة يعتنقوا الإسلام بيصيروا أحرار، بعدين يا أخي جماعتي شافوا إنهم عم يخسروا كل العبيد، فقاموا لغوا العملية من أصلها، مو هيك؟ إيه والله يا دكتور، لأنه أسلمت العبد فيها مضار اقتصادية للإسلام والمسلمين، ولذلك عمره إن شاء الله ما يأسلم. إيه نعم دكتور،